أنا إيزيل بيرنا أرسوي، طالبة في السنة الرابعة في قسم التاريخ. تعني دراسة التاريخ فحص التغييرات والتحولات التي عاشها الإنسان منذ العصور الأولى من عدة وجهات ومنظورات. الهدف الرئيسي من قسمنا هو تدريب باحثي التاريخ والمدرسين المؤهلين في هذا المجال. يتألف قسمنا من عدة أفرع تدرس العصور القديمة والعصور الوسطى والعصر الحديث والزمن المعاصر وتاريخ الجمهورية التركية. بهذا الشكل يكون هناك دروس من شأنها إفضاء كافة الاهتمامات وتخاطب كل المستويات وتغطي كافة الحضارات من حضارات الأناضول إلى المعتقدات الأسطورية القديمة ومن السياسة الخارجية للجمهورية التركية إلى تاريخ حزب الاتحاد والتقدم. لا يوجد تدريب إلزامي من أجل التخرج من قسمنا، ولكن قبل التخرج علينا تقديم درسين هما مونوغرافيا 1 و 2. ضمن نطاق هذه الدروس يتعين على كل طالب تقديم أطروحة في أي مجال من مجالات التاريخ. عندما نتخرج من القسم، إلى جانب تخطيطنا للعمل في المجال الأكاديمي، لدينا فرصة للتدريس في المدارس العامة والخاصة بشكل عملي. بالإضافة إلى ذلك، من الممكن أن نجد فرص عمل كباحثين في مؤسسات ومنظمات مختلفة مثل المتاحف والمكتبات ودور الأرشفة. كان سبب اختياري لقسمي هو اهتمامي بالتاريخ طبعاً. السبب في اختياري لجامعة أناضولو هو أنني من سكان مدينة إسكيشهير، ولدي معرفة جيدة بنسيج المدينة الذي يناسب الطلاب. بالإضافة إلى ذلك، كان التاريخ العريق لكلية الآداب في جامعة أناضولو عاملاً حاسماً لاختياري لها. أخطط بعد التخرج للعمل في المجال الأكاديمي. أحب أن أوضح أن جميع أساتذة قسمنا يقومون بتوجيهنا وتشجيعنا دائماً، ومن هذا المنطلق أوصي الطلاب بالتركيز على هذا الأمر أثناء قيامهم بعملية الاختيار، لأنه بالإضافة إلى النظام التعليمي وجودة الدروس المعطى، فإن توجيهات الكادر التدريسي أيضاً يجب أن تؤخذ بالحسبان. أتمنى التوفيق لجميع الطلاب الذين سيقومون بالامتحانات المؤهلة للمرحلة الجامعية. نحن بانتظار كل من يهتم بالتاريخ ويريد إحداث فرق في هذا المجال في قسم التاريخ في كلية الآداب بجامعة أناضولو.